صدق الله إذ قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الغواية إلى الهداية. فلك الحمد يا رب على هذه النعمة المهداة المزداة على هذا البشير النذير. نشهدك يا ربي على محبتنا لك وأنت خير الشاهدين، وعلى محبتنا لرسولك صلى الله عليه وسلم. قرأنا قولك فامتثلنا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعوذ بك يا رب من أن تكون هذه الأشياء أحب إلينا منك أو من رسولك صلى الله عليه وسلم. أيقنا بقول رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين. أيقنا بذلك يا ربنا، نرجوك يا ربنا أن تمن علينا بمزيد من المحبة لهذا النبي الكريم واتباع سنته،